محمد الداني سجن ونروحوا باسكو شهر ساعة راهي غير غربة 8 غربة راهي وقت الفطور قناة نص ساعة هكذا هضر لي على فاسمو لي زونفو يديروا راسهم افيك لي دي بارون باش نشوفوا لي بارون مع المعلم هذا ستان سوجي على بالي ستان سوجي حساس 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 جدا انت راك بارون وتعرف انا لا الحمد لله انا باسكو على انا اعوذ بالله ما قلت انا حاجة الاولى انا نتبع ولادي نكذبش عليك انا ولادي نتبعهم حاجه الرياضه يمارسوا في الرياضه ونتبعهم حاجه كما نقولوا احنا التربيه نتبعهم سواء في في في, في الخليه تاعنا خليه الاسرويه ولا في في مع المجتمع ولا في المدرسه بصح انا شوف بلي بصح انا شوف بلي باسكو انا نقول لك بلي ما على بالوش الاب ما على بالوش بوليدو كيما قلت لك راح ما على بالوش به شوف ما يتبعوا ماشي غير الاب ماشي غير الاب لي دو انا نهضر لك الاب والام الاب والام اي بصح الام عندها الدور تاعها كيف ما مشوش داخلي بصح داخلي عندها في الاسره بصح برا شكون برا دوك انت طفل يدخل لك نتايا طفل في عمر 6 سنين يدخل لك على 10 تاع الليل شكون يحيز قال لي يما ولا باباه يدخل على 10 انت الاب اللي وليدو يمشي بالبنقوشه ومطلع لي شارو هكذا كي الكويوت شكون يحيز قال لي يما ولا باباه ما نقول لك حاجه سموه ريسامون كيما بداو يمدوا لي بولتان يجوا لي بارون هما يجوا يدوا لي بولتان تاع ولادهم ما على بالك يجي يحوس على البولتان لازم نقولوا يسموه وليدك نقولوا راه واش من القسم يقول لي ما على باليش ولا تقول لي ما على باليش كيفاش ما على بالهمش ما على بالوش ما على بالوش علاه ما على بالوش باسكو يسون فيش باسكو راه يجري مور الدنيا ما على بالوش باللي هذا الولد ولا البنت هي الخليفه تاعو بكري واش كان يقولوا بكري واش كان يقولوا كان يقولوا شكون هذا دوك واش هم يقولوا وهذا وليد من هذا وليد من باش يشوفوا السلاله تاعو شكون باباه شكونوا باش يبقاو يكومباري يقول لك هذا وليد فلان من المستحيلات وليد فلان باباه ناس ملاح كيف وليدو خرج هكذا باسكو علاه ما يسوي فيش وليدو راك استاذ انت شوف الرسوب المدرسي شنو حاول كاين راهي ازمه كبيره في الرسوب المدرسي علاه باسكو البابات ما يتبعش وليدو في القرايه يقول لك قرا ولا ما قراش الله يسهل عليه سكيباري راهم يستناو غير هذاك لاصوم تاع 3 مليون دينار هذا ما كان ولا تفضل على بالك والله شوف ومن بعد يخرج من المسيد ومن بعد يولي في المخدرات ومن بعد يولي في السرقه ومن بعد يولي في الحبس ومن بعد يولي يقول له راك تشوف ها وليدي في الحبس راك تشوف راني نجري ومنا ومنا حتى اسمع لي محمد حتى بوندو في اسمه في القرايه نقول مثلا ما يشوفوهمش لي بارون ما يجيش يسقسي ما يسقسي اسكو والله ما يروح للمسيد ويسقسي راح يسقسي المدير ولا الاساتذه قال وليدي كيفاه راه سوا ما تعرفوش حاجه تاع التعامل تعامل بينه بين التلميذ والاستاذ كيفاش انا سقسي الاستاذ تاعي قال الاستاذ وليدي كيفاش الكونتاكت معاك كيف راه اسكو يتابع اسكو يرجع لك الهضره اسكو من لازم هذه لازم اشق فوت سقسي المدير سقسي هو سقسي تقول له كي يجيك وليدك ولا بنتك في اسكو واش قرا واش درت وشنو واش قريتو اليوم يقعد في القهاوي هو يقعد في القهاوي وقال قال 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 ولا كانت قهوه فيها الدومين والاخر الكارطه راحت مي وليدو باش يحوس عليه واش راه يدير يكون راح يكون هذا راح يكون جيل المستقبل ولا راح يكون ماشي نقولوا جيل المستقبل راح يكون الخليفه تاعه والله سمو محمد سي سالبا هذا تاع الاطفال هذا سوجي حساس بس الجيل تاع تاع المستقبل يا سي محمد احنا رانا على ابواب الاحتفال بعيد الاستقلال للشباب ان شاء الله الناس راهي قرحت ناس كي نقول لك ناس روح سقسوا روحوا شوفوا لي زارشيف يا ناس روحوا شوفوا لي زارشيف سقسوا ناس تاع بكري سقسوا المجاهدين سقسوا عائل من العائلات الثوريه كيفاش الناس سفرات سوفرونس كبيره على جال البلاد هذه سفرات على البلاد هذه مع الاخر انتوما تجوا تلعبوا لنا بالبلاد هذه عيب كبير حرام ولا محمد هذا السوجي على بالك نزيدو نهضروا عليه باسكو هذا متعب ان شاء الله ما لا صحه فطوركم تكمل لك هيا سلام السلام عليكم